طلاب شوي شوي خطوة خطوة. إذا هذا هون هلا جزء ثاني من السوفتوير ثاني، خلينا نعمل له رن وهلا بنشوف الزوايا اللي بتطلع معنا. نفس الشيء شبيه باللي عملته هالة مظبوط. انتي ماخذة 1000 كمان؟ اه فيك تغير. هلا هون نفس الشيء اذا بنعمل هاي هون مبين معنا مثلا. هلا هذا انا عمالي بطلع من فوق مظبوط، فنحن عم نطلع كانه من فوق عليه، كانه اخذنا يعني عم نطلع من شكل عمودي من هون، فبين معنا هذا الشكل من هون. هلا خلينا اطلع على الزوايا، خلينا نكتب الزوايا هون. هاي الزوايا، فالزوايا من مثلا من ناقص 60 لزائد 60 مش هيك، من ناقص 45 لزائد قديش بدكم 180؟ 225. انا كتبتهم نفس الارقام عشان يعني اتذكرهم، يعني ما جمعت الرقمين خليتهم. اه وين الرقمين؟ من سالب 45 اللي بعد الراندوم تمام ل 225 من سالب. اه هي ل 225 مضبوطه. طيب اوكي، اذا تذكروا هلا هذول عندي ثيتا 1، متذكرين الكل متذكر ايش ثيتا 1 كانت؟ ثيتا 1 اللي هي شو بنسميها الويست؟ الويست اذا بدنا نحطها بهذا الاسم، والويست كانت من ناقص 160 درجه لزائد 160 درجه، ما مسموح لي رينج خارج هذا الرينج من هون. الثانيه كانت 225 و45. هذا كمان اتس جود بروجرامينج براكتس. ايش الجود بروجرامينج براكتس؟ زي ما حكت انه حاول احط كابين كان هتجمع ال 225 وال 45، بس انا لما بطلع من اول نظره ايش بشوف مباشره؟ بعرف انه هي من ناقص 45 لزائد 225. اه مرات انت بتقسم رقم او شيء ما تطلع الجواب، حطها كفورمولا عشان اللي بتطلع يفهم انت كيف وصلت للرقم. اذا من ناقص 45 ثيتا 2، ايش كانت ثيتا 2؟ اللي هي اظن الشولدر سميناها. اذا تذكروا عندنا هون كانت هي ثيتا 1، حتى هي راح تقوم بهذا الاتجاه، وبعدين عندي هون هاي ثيتا 2 حوالي انزل. فثيتا 2 ناقص 45 يعني ما انها بتقدرش تنزل لتحت غير 45 درجه، بس تطلع لفوق 225، يعني ممكن تصير بهذا الاتجاه واقف. من اي بوزيشن؟ من النيوترال بوزيشن. النيوترال بوزيشن كان اللي هي هيك مظبوط، متذكرين؟ هيك تكون هاي بهذا الشكل، فبتنزل من هذا الشكل 45 درجه وبتطلع 225. هاي سميناها الشولدر. بعدين عندنا ثيتا 3، نفس الشيء مش هيك؟ من ناقص 225. ثيتا 3 شو كانت؟ اللي هي كمان واحدة مش هيك؟ بتذكرين هاي القطعة اللي كانت هون؟ هاي اللي هي الالبو، أظن هاي سميناها الالبو. هاي اتجاهها بهذا الشكل، هي كانت هيك. اه بوزيتيف هيك، فبتقدر تمشي 45 بهذا الاتجاه و225 بهذا الاتجاه. اه بس تعرفي هون ايش؟ الزد معكوسه بهذا الكونفنشن اللي عندك. اه يعني زد 2 بهذا الاتجاه وزد 3 ازد بهذا الاتجاه. احنا شفنا القيم اللي طلعها من البلت ان البرنامج مكتوب كان عكس الكتاب. عكس الكتاب. في واحد من الزد هون معكوس، اظن زد 3 معكوس، اظن هو هون بالروبوتكس تول بوكس او بهاي الكونفنشن معتبر انه زد 3 بهذا الاتجاه واظن زد 2 بهذا الاتجاه. هو كان عشان الزوايا هذول معكوسه. كان كلهم معكوسه. تمام، بدك تنتبه اذا انت استعملت الفورورد كينماتكس تبعتك تتذكر انه هاي الزوايا رح تنعكس. اوكي؟ منطقا ما معقول من هون يمشي 225 درجة. مضبوط؟ زي هذا، هذا بده ينزل 45 ناقص 45 او حتى هو هون الزد 2 كانه اللي معكوس. دكتور كلهم معكوسين، كل الزد عكس ما احنا حكينا. كل الزد معكوسين حتى زد 1؟ زد 1 ما ببين، زد 1 زد 1 ما ببين لانه هو راح 100. طيب وثيتا 4 ايش ثيتا 4؟ هاي طبعا اللي هي بداية الريست. الريست على فكرة في 2 ريفولوتس وبينهم ريفولوت كمان عمودية عليهم، متذكرين؟ عندي كان هاي القطعة اللي كانت موجودة هون كانت عندي زد 4 بهذا الاتجاه فكانت تلف بهذا الاتجاه، بعدين هون كان عندنا هاي زد 5
وبعدين هون كان عندي اللي هي التول النهائية. هذول الثلاثة الجوينتس الثلاثة بسموهم spherical wrist. spherical wrist very typical of many actuator many arms. ايش حطينا؟ لاحظوا هذول الثلاثة الزيتز بتقاطعوا بنفس النقطة مزبوط؟ عندي هذا بلف هذا بلف وفي بينهم زيت كمان بعطيني ريفولوت من هون. فكأنه في عندي هون دوران هون بهذا الشكل وبعدين كمان دوران من هون. ثيتا 4 من ناقص 110 لزائد 110 ثيتا 5 قد ايش؟ ايش 170؟ 110 ل 170؟ اه 170 بعدين ثيتا 5 ايش الرينج تبعها؟ 100 ل 100 بعدين ثيتا 6 اللي هي التول اخر شيء إذن هذا الرينج بالنسبة لهذول. الأطوال صحيحة مش هيك؟ حطيناهم المرة الماضية الأطوال متذكرين؟ كانوا صحيحين؟ والأطوال مش مبينين هون، أنت مستعمل الأطوال اللي موجودة في داخل ال ما حطيتش فلو جيت أنا حطيت A3 هلا بيطبع لي إيش A3 الصحيحة في الكو في ال في الورك سبيس موجود في الورك سبيس؟ اكتب بي 5 خلص مش مشكلة اكتب بي 5 6 0 بيطلع كله P560 اوكي تمام. هاي اللي هي طلعنا هاي اللي هي الماتريكس اللي طلعناها لما طلعنا الفورورد كينيماتكس مظبوط. هاي الثيتاز السته هاي الديز اللي هم دي 3 ودي 4 وA2 A3 مش هيك مظبوط A2 A3 ودي 3 ودي 4 هذه هون A2 هاي A3 وهاي دي 3 ودي 4 مظبوط. هذول اللي هم 150 ملم و43 150 ملم و 4.318 وهدول بالنسبة لـ A2 و A3 الأرقام اللي موجودة. نعم. بس على الزوايا اللي عندنا أول ثلاثة. نعم. هذا لازم مثلا يصير على استقامة هيك مثلا ممكن بإمكان يصير. بصير واقف طبعا. ما في بوينت ما في نقط كانت بالأب فيو. بسبب يعني منطقيا لازم تطلع حين السؤال. فهمت عليك فهمت عليك. كيف بين معنى هذا الفراغ؟ مش هيك سؤالك؟ نص كره منطقيا. لانه اللينكس يعني مش داخلين في بعض، في يعني في اوفست في دي بين الزيت بسبب الاوفست اللي بيصير بسبب الدي 3 بسبب الاوفست اللي موجود. في اي بين الاكسس هو اللي بيساعد الاوفست هو فكرة نماء بتقول ما دام في اوفست اذا انا بلف حواليها بزاوية بلف حواليها براديوس اللي هو قيمة الأوفست تقريبا. يعني هو طالع من هون وكانت وين كان الأوفست الرئيسي؟ كان هو دي. بس إذا صارت هاي مثلا ما بعرف شو الزاوية اللي بتخليها عمودية بتصير عمودية. دكتور لا شوف أظن مظبوط الكلام. شوف دكتور ممكن نشوف هيك إذا هذا اللي هذا اللي طيب ماشي أوكي ماشي. شوف الفكرة تبعتها شو بتقول؟ إنه أنا عندي اللي بهمني أنا بشكل رئيسي على فكرة هو دي 2 مش دي 3. دي 2 المهم. دي 2 اللي هو كان بين هاي القطعة وهاي القطعة. هاي القطعة الرئيسية مضبوط وهاي ثيتا 2. هلا المركز اللي كنا نشوف مركز الدائرة هو زد 1. زد 2 هاي الزاوية مضبوط وبرجع. هلا مشكلته هذا إذا لف هيك في مناطق ما بقدر يوصلها. ثيتا 5 تكتب هي هيك اللينك قصدك انه بجيبها. والله ما بعرف سؤالك كويس سؤالك كويس ما بعرف. دي 3 سبب رئيسي بس ما بعرف اذا هداك برجعها مزبوط. والمسافه كثير كبيره.